وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله. سؤال مقارب يقول: إنني أعمل بالرياض وأنا شخص مقيم ومن أهل مصر، يقول: عملت عمرة في أول ذي القعدة ثم رجعت إلى عملي، يقول: فهل أعتبر متمتعا؟ وهل عودتي إلى الرياض عودة إلى بلدي؟ سمعت الجواب. ما ينقطع التمتع إلا إذا رجعت إلى بلدك، أما إذا رجعت إلى غير بلدك فإن التمتع يبقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة بين السائل؟ لا خلاف، لكن هذا الذي يترجح وتبين، وهذا الذي سمعت الشيخ بن باز يفتي فيه. نعم.